بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم راح نشرح على طريقة لف هذا النوع من المطارات اللي يكون 1400 دورة، حجم صغير يعني حجم 2000، يعني مو مثل المطار الكبير الحجم 2.5. طريقة اللف مالته بالنسبة للمجاري 24، طبعا هذا النموذج مالت الاستياتر مالته 24 مجرى، رسمنا لكم اياه هنا حتى نوضح لكم فكرة اللف مالته شلون تصير. طريقة لف 24 مجرى، هسه راح نشرحها بالتفاصيل المملة. هنا تشوفون ان الحمر هذني ملفات الستارت، راح يكون متروكة للملفات الستارت. نجي على ملفات الرننج، طريقة اللف مالته راح تكون، راح نترك اول شيء مجريين بالنص، راح نجي المجموعة الاولى منها، هذه بداية هاي النهاية اعتيادي. نجي على المجرى الثاني، ايضا بداية ونهاية. نجي على المجرى الثالث او القطب الثالث، ايضا بداية ونهاية. والقطب الرابع اللي هو بهاي الطريقة. هذا كمل عندنا ملفات الرننج، هاي طريقة اللف بالنسبة ل 24 مجرى 24 مجرى 1400 دورة. نجي على ملفات الستارت، راح يكون متعامدة يعني بين هذا المجموعتين بين هالقطبين. راح نجي الملف الأول، راح يكون هذا هو الملف الأول بدايته ونهايته، هذا هو الملف الثاني، هذا بدايته وهاي نهايته، هذا القطب الثالث، هاي بدايته وهاي نهايته، وهذا هو القطب الرابع بدايته ونهايته. صار عندنا أربع أقطاب رننج، أربع أقطاب ستارت. طريقة التقاطع نفس الطريقة بالنسبة للملفات. هذا الماطور تقريبا طول المجرى ماله 5.5 سنتيمتر، 24 مجرى 1400 دورة. اللف مالته راح يكون 0.45، يعني 4 دوزيم ونص. السلك مالته هذا القياس 26، العدد مالته العدد 130، والستارت راح يكون 0.35 على 3.5 دوزيم، العدد مالته راح يكون 175. هاي الاعداد اللي انا اشتغل عليها، كل مصلح وطريقته باللف. هذا احنا لافينه، هسه راح اشغل لكم اياه واشوفكم الامبيريه مالته. طريقه التقاطع اخوان نفس الطريقه اللي شرحنا عليها بالفيديوهات السابقه، واللي يريد يشوفها ايضا راح نوضحها. لو فرضنا هذا الملف الاول، الملف الثاني، الملف الثالث، الملف الرابع، 1 2 3 4، راح نجي هاي البداية نعتبرها، راح تصير نهاية بنهاية، بداية بداية، ونهاية بنهاية، وتطلع عندنا البدايات. هذا نفس الشيء بالنسبة للرننج، وبالنفس الشيء بالنسبة للستارت، يعني نفس العملية. الربط النهائي راح يكون نفس الطريقة للمكثف، يعني نرسمها هنا رسم سريع. إذا اعتبرنا هذا ملفات الرننج وهذه ملفات الستارت، يعني الحاصل النهائي 2 من عندهن يروحن للكهرباء 220، و2 يرحن للمكثف. ناخذ من الرننج، هذا الرننج ناخذ منه 220 اللي على الكونديسر، وهنا 220، هذه ملفات الستارت وهذا الرننج. هاي الطريقة هي ماشية على كل الملفات اللي نشتغل بيها السنجل فيس، طريقة اللف واحدة. راح نشغل لكم اياه ونشوفكم الامبير مالته. هنا شغلنا الماطور، خلي نشوف الامبير مالته، هو نص امبير كهرباء عندنا 224.
المعطار هذا مثل ما قلنا هي للمبردات حجم 2000 الصغيرة. زين هذا هو اللف معطار. تحياتنا لكم وشكرا لكم.